منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المؤمنون إن الله جل وعلا بمنه وكرمه جعل هذه الشريعة محققة لمصالح الخلق جالبة للسعادة لهم جالبة لسعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه الشريعة جاءت بالطيبات والخيرات جاءت بالسعادة دنيا وآخرة قال جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذه الشريعة شريعة الإسلام جاءت بما فيه مصالح الخلق بما فيه سعادتهم بخلاف الشرائع السابقة التي قد تأتي بشيء أو تأتي بمنع شيء مما فيه مصلحة لهم كما قال سبحانه وتعالى عن أولئك الأقوام فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بخلاف هذه الشريعة فقد جاءت بحل الطيبات وبالأمر بها ومما جاءت به الشريعة في سبيل سعادة الناس في دنياهم قبل أخراهم أن نظمت حياتهم الأسرية وجعلت للأسرة ضوابط شرعية يسعد الناس بها ويفلحوا دنيا وأخرى وتستقر أحوالهم ومن ذلك أن الشريعة قد جاءت بالترغيب في الزواج فالزواج عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهذا المنطلق هو أول المنطلقات التي نقي بها أنفسنا من المشاكل الزوجية وذلك أن الزوجين إذا أقدما على هذا العمل الجميل الجليل الزواج رغبة في الأجر الأخروي رغبة في إرضاء رب العالمين فإنهم حينئذ سيتقربون لله جل وعلا بكل أمر يديم هذا الزواج ويجعله مستقرا ويجعل أهله سعداء فإن الإنسان متى نوى بعمله الآخرة ورضا رب العالمين يسر الله جل وعلا له السعادة ويسر له الخير فإن الأعمال إنما تكون بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحينئذ فنتقرب لله جل وعلا بهذا العمل الجليل الجميل عمل الزواج رغبة في الأجر الأخروي إذا كانت نية الزوجين كذلك ابتعدت عنهم كثير من المشاكل فإن بعض الأزواج سواء من الرجال أو من النساء إنما يلاحظ الطرف الآخر من أجل المنافع التي يجنيها منه فإذا كان الأمر كذلك فإذا قصر الطرف الآخر أو ظن أنه مقصر ولم يكن الأمر كذلك فإنه لن يقوم بحق الزوج الآخر بل قد يعامله بمعاملة فيها جفاء بخلاف ما إذا كان مقصد الإنسان ورغبته في الآخرة وفيما عند الله جل وعلا فإنه حينئذ يحسن إلى الطرف الآخر رغبة في الثواب الأخروي وليس على جهة الجزاء والمقابلة للطرف الآخر والضمانة الثانية من الضمانات الشرعية التي جاءت لتقينا المشاكل الأسرية أن الشرع قد رغب في حسن اختيار الزوجين
بحيث لا يقدم الإنسان على الزواج بامرأة إلا إذا عرف صفاتها وعرف خصائصها وعرف أن هذه الخصائص مما تناسبه ومما تسعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وحينئذ إذا حرص الإنسان على الزواج بذات الدين فإنها ستتقي الله فيه، وبالتالي فإنها ستقدم على الأعمال الصالحة التي تجعل الحياة الزوجية تستمر بإذن الله جل وعلا. وكذلك فيما يتعلق بالزوجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن تلك الضمانات التي جاءت الشريعة، شريعة الإسلام بها من أجل حماية الأسرة من المشاكل التي قد تجعلها لا تستمر الحياة الزوجية بسببها، أن الشريعة قد أمرت بإحسان الخلق وإحسان التعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحينئذ فيتقرب العبد لله عز وجل بإحسان الخلق، وخصوصا إذا كان ذلك مع الأزواج وفيما بين الأزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهله، وإن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وحينئذ فيتقرب المؤمن لله جل وعلا بإحسان الخلق مع أهله ومع زوجته، ليكون بذلك من الحائزين على الأجر الأخروي. ومن الضمانات التي جاءت الشريعة بها من أجل وقاية الأسرة من المشاكل التي قد تعصف بها، أنها رغبت كل من الزوجين أن يتقي الله في إحسان منظره ومظهره عند الزوج الآخر، فلا يطلع منه على أمر غير مرغوب فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المرء أهله ليلا، فإذا جاء الإنسان من سفر فلا يأتي أهله بالليل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة هي التي يكون شعرها ليس على الوجه المرغوب فيه، فتمشط شعرها لتكون ذات منظر حسن عند زوجها فيرغب فيها. وكذلك تستحد، يعني تحلق المغيبة، يعني التي طال شعرها الذي يكون عند أعضائها، من أجل أن يكون ذلك مرغبا لزوجها فيها. ومما جاءت الشريعة به أيضا إحسان العشرة بين الزوجين، حتى ولو كان هناك نفرة أو كان هناك عدم رغبة من بعضهما لبعضهما الآخر، كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومما جاءت به الشريعة أيضا إحسان المنطق، بحيث يختار الإنسان في كلامه مع الطرف الآخر الكلام الطيب الحسن، كما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وكما قال سبحانه: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومما جاءت به الشريعة في ذلك أن يحرص الإنسان أن يكون طلق المحيا، أن يقابل زوجه الآخر بوجه مبتسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. ومما جاءت به الشريعة أيضا أن رغبت في العفو عن تجاوز الآخرين،
فإذا حصل تقصير من الطرف الآخر فعفى مقابله فإنه يحوز بذلك.